كي دايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، توحشتكم بزاف 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 بزاف. لاول مره تشوفي القناه ديالي ما تنساش ديري ابوني، ديري اشتراك اختي، تقطعوا كاع الفيديوهات الجداد وتولي تتفرجي فينا ديما، تولي صاحبتنا ونوليو مجموعين. ما نسويش من بزاف ديال الاعجام، وخليو لي بزاف ديال الكومونتير، انا كنموت على الكومونتير اختي معاكم، وكنحماق على لي كومونتير كديروا لي، ونبقى مجمعه معاكم ونديو نجي معاكم في الهضره، كنحس بحال لا احنا صحابات بحال احنا مجمعين، لانه هنا ما عنديش كيفاش ندير نهضر معاكم في الميساج. وغنخلي لكم حتى الانستغرام ديالي، لانه بزاف البنات كيقول لي في لي كومونتير رجاء بغينا الانستغرام ديالك، لانه ممكن تهضروا معايا فيه او تشوفوا اليوميات ديالي، غنخليه لكم هنايا. صافي اختي، الصهد الصهد راه باينه في وجهي، قولوا لي كي درتو مع شي صهد، قولوا لي كي ها انا غير في الدار دابا، شوف شوف وجهي، انا غير في الدار غير في الدار، ها شوف وجهي. الله يرحمنا يا ربي، كي دايرين نتوما؟ قولي كي درتو مع هاد الصهد اختي؟ انا صافا الحمد لله. دونك جيت معكم هاد الفيديو، معرفتش الصراحه شنو غنديرو فيه شنو ما غنديروش فيه، وندوزو معايا هاد اليومين ولا هذا، انا غادي نشوف. دونك اليوم لقيتوني دابا غادي نلبس حوايجي، غادي نخرج، بغيت نمشي نضرب دويره هكا في بيم، واش كاينه شي حاجه ولا هذا، باغا نجيب شي تشهيد، شي شيبس ولا شي حاجه مالحه. صافي، ونقدر نزيد مود 5 دراهم، وانا غادي نشوف. المهم يلاه معايا كبيدات. ماما اختي دابا لبست هكا جلابه اختي على الصهد، صافي هزيت بزيطي ميمون كيبان شويه، راه غير الشعر ديال اللور تتبين بحال المرايه، راه موسخ اختي هاد المرايه كنمسحها باش كنصور فيها. ايوا صافي المهم غادي نمشي اختي، نمشي لبيم هكا نشوف واش كاين شي جديد ولا هذا، نشوف شنو غادي ناخذ ونشوف شنو غنجيب للعشاء باش ندخل مره واحده. صافي وصافي الكبيدات، انايا هبطت البيم، كنوريكم انايا كنضرب دويره، صح ما لقيتش الصراحه شي حاجه، ديجا ما كانتش ناقصاني شي حاجه، غير زعما مشيت هكا نضرب دويره نشوف واش كاين شي حاجه جديده في دوك لي بروموسيون كيكونوا الثلاث والجمعه وداكشي، صح ما لقيتش شي حاجه كثيره، كنبقى ندور تيخصني امتى ندور نمشي لديك البلاصه ديال لي بروموسيون كيعجبني نبقى ندور فيها. المهم خليكم معايا، بغيت نسولكم على واحد البرودوي. هنا بغيت نسولكم الكبيدات على هذا المعطر ديال الحوايج، شفت شي بنات كيشكروه، ولكن الصراحه ما عرفتش اين واحد اللي ناخذ، قولوا لي نتوما واش مجربينه واين واحد اللي زوين، واش هذاك الشويبي ولا هذاك الموف اولا الغوز، قولوا لي شكون فيهم اللي الريحه ديالو كتبقى زوينه في الحوايج. انا شميتهم وحرت، ما عرفتش اين واحد هما اللي زوين فيهم، وبغيت ناخذ واحد وقلت صافي نصور للبنات، قولوا لي نتوما شكون اللي زوين فيهم باش نمشي ناخذه اختي. صافي هنا كنكمل نضرب هكا دوير، هنا كيضحكني ملي كنجي لبيم كنلقاهم جميع الحوايج بحال هكا بحال داكشي ديال الجوطيه. صافي هنا دايرين بروموسيون دوك الثلاجه تاع البنات ديال البحر، الناس هكا اللي كيمشيو للبحر بزاف ولا عندهم الوليدات وداك الشيء. صافي هنا كنقول لكم السلام من البراد، كنبان لكم في البراد، وهنا اختي كنجي للدريباخ كيعجبني نبقى نبيقش 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 في هاد الشيء، نشوف شنو كاين شنو ما كاينش، وكنوريكم هكا شويه هادو في لي بروموسيون دباس كيحطوا في هذاك الشيء اللي كيكون برومو. وهنا البنات وريتكم هذيك لي غازواغ ديال فينوس اللي كنت وريتكم المره اللي فاتت، اللي قلت لكم خديتهم ب 25 درهم من عند العطار، لقيتهم هنايا حتى هما ب 36 درهم، يعني نفس الثمن اللي كنلقاهم في مرجان، يعني غير العطار لقيتهم عنده ناقص، فقلبوا عليهم ضماني الماكياج ولا هذا غتلقاهم ناقصين الثمن. من بعد بغيت ناخذ هنا البنات شي ديودورون، موافقه ناخذ هذيك ديال دوف الصراحه كتعجبني، ولكن حيت داخله في المقاطعه بغيت نبدلها، لقيت هذيك الماركه مي الصراحه ما عرفتش واش زوينه ولا ما زوينش، المهم تقولوا لي. صافي هنا من تما نيشان مشيت عند المحل اختي ديال 5 دراهم، صافي ني كنبغي التبيقيش وكنبغي ندور وداكشي، صافي بيم حداني تولت 5 دراهم، هادي كاينه تاهي حدايا هنا فين ساكنه، صافي عندها تاهي ما يدار في المحل، كيعجبني نمشي كنشوف واش تزاد شي حاجه جديده، واش كاينه شي حاجه يعني اللي جديده ما عنديش انا في الدار غنحتاجها، المهم تعجبني هاكا نشوف لك كانت شي حاجه جديده. هنا البنات كنت كناخذ واحد البلاستيكات اللي غتعقلوك تسولوني عليهم بزاف، هادوك اللي كيتسدوا، وكان هذاك الفوقاني ديالهم زرق، عرفتي البنات كانوا يلاه خرجوهم هنايا
عند مارين 5 دراهم، وكنت كناخذهم حتى البنات كانوا واعرين واحد لاكاليتي ديالهم واعره. المره الاخر خديتهم وصدقوا لي حالتهم، ما عجبونيش كاع ولاو كيتقطعوا دغيا وصافي وبدلتهم. عاد كنت خديت المره الاخر هذوك من الهري وصدقوا لي زوينين. ما عرفتش حنا المغاربه فينا هذه القضيه، الحاجه ملي كتصدق تيبداو يبدلوها، ما فهمتش علاش. في الاول كيديروا كاليتي زوينه، من بعد ملي كتمشى لهم كيبداو يديروا كاليتي خايبه. صافي شويه الله دخلت والبنات وراه كان موت ناري البنات، والله ما نكذب عليكم ما كنقدرش على الصاد. يا ربي تسمح ليا، والو 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 والو. زعما كنقول له كان انا كنت خدامه برا، خصني نخرج نمشي 7 الصباح ولا هادي، وانت جاي مع 4 ماكنش. وحنا عندنا دابا هيك 30، قلت لصاحبتي حنا عندنا 30، وهي في مراكش تسكريني ليا قالت لي راه حنا عندنا 47. سكتي اختي نتوما موالفين، حنا راه 30 راه كطحنا. عرفتي البنات واه عرفتي زعما كنلبسي جلابه باش كنقم برده من التحت. او او هادشي مشيتي شويه شويه من هنايا بيب هادو 5 دراهم وهذا، ورجعت نقول لكم الله يرحمنا يا ربي وحقنا الجو ديال البحر. ما كتكرهوش تبقاو يوميا في البحر، ولكن سبحان الله مابقاش عندنا ذاك الطاقه بحال ملي كنا صغار. ولا دابا حيت مع الخدمه، ممكن مع الخدمه وداك الشيء كنا صغار صافي كتوصل هاد الوقيته شادين كونجي من المدرسه ممكن غير البحر البحر البحر. دابا لا كتكبروا كيتبدل الروتين شحال من حاجه. دابا حنا زعما حنا كنسافروا ويلا كنا في كازا راكم عارفين، ولكن زعما التسافره ديال الصيف ما كايناش هاد الشهر هذا، ومازال ما تبحرتش اصلا. دابا هو يخرج شهر 7 وانا مازال ما عملتش حتى عومه. ولكن الزوج الوقت اللي كيكون الصهد الزوج خدام بحال دابا حنا كنتشنشطوا، الزوج راه خدام. ولكن الصراحه كتجينا زوينه الكونجي كياخذوا مع شهر 9 هكا كتكون الدنيا بدات كتخوى. واه قلت لكم كتكون سفيره زوينه ملي كتكون الدنيا بدات كتخوى، ماشي بحال دابا كيكون الزحام. دابا هاد الوقيته كتجيني ديال الناس اللي عندهم الوليدات وداك الشيء، هما اللي كيسافروا في هاد الوقيته كيكون اوبليجي عليهم يسافروا في هاد الوقت لو ديس الدراري عندهم العطله. ايوا صافي المهم دزت عليهم 5 دراهم عرفتو ديما كتبقى تشوف فيا. داك المره بقات كتشوف كيا شايفاك فشي بلاصه ويبقاو شفتك في التيك توك واقيلا. قلت لي كديري تيك توك؟ لا قالت لي صافي شفتك في التيك توك. دازت مورا دابا تاني هي مشات لعندها تبقات لي كتشوف فيا وهي تقول لي كدوز لي كوموند ديال شي ان ياكي، وانا نتفكر شي ان كنت باغا نهضر معاكم عليها. صافي هي كدوز لها شي وحده. الصراحه شوفوا ما تعجبنيش اللي كيدي الناس عرقهم ولا فلوسهم ولا ما عرفتش. المهم ما تعجبنيش البنات بحال هكا الصراحه. دابا هاد السيده هي قالت لي كوموند عندها فيها 600 درهم والبنت اللي كدوز لها كوموند خدات من عندها 1000 درهم وشي حاجه، 400 درهم خدات من عندها 400 درهم شحال دوزت انا في لا كوموند ديال شيئين. شحال كنت كناخذ من عند البنات كيدوزوا ليا البنات، ما يمكنش 400 درهم كلها زايده، راه ما يمكنش. وحق الله العظيم لقات السيده ما عارفاش ما قارياش ولا ما عارفاش مسكينه وداك الشيء. والله الا قالت لي كوموند فيها 600 درهم ولا ثاني تبقى انا كنهضر داك الشيء، ولا ثاني كوموند فيها 600 درهم والبنت خذات من عندها 1000 درهم وزياده. حشومه والله حشومه. داك الشيء راه باين عنده قانون واحد باين كنزيدو 10% 15% كاين اللي كيزيد حتى 20% و20% وراه ما وصلش انك تاخذ من عندها 8000 ريال اللي زايده. وما كاينش زعما شي مدينه اخرى اللي عاد تصيفطها لها، كاينه غير حدا هنايا. شنو نقول لكم والله حشومه، اللي كيلقى شي حد ما قاريش وكيبقى زعما كيبروفيتا منه حشومه. وهنا تفكرت نيت بالنسبه للشي ان. دابا البنات كتسولني لا انا حبستها دابا غير واحد 10 ايام على ما توصلني لهاد الكليات الاخرين، وديك الساعه غير يوصلوني ونبداو ثاني نعلمكم، لانه بزاف البنات باقيين كيصيفطوا ليا كنقول لهم راه حبست صبروا واحد 10 ايام ديك الساعه وعاودوا دوزوا لي كوموند ديال شي ان على ما توصل داك الشيء ونصور لكم. وهذا صافي ورانا اختي وليت فرحانه يا البنات فين ما كنخرج اختي كنتلاقى البنات فين كنحس براسي مشهوره. عرفتي البنات داك الاحساس ديال الشهره والله القسم بالله وليت كنحس بها. كنت كنسمع شحال هادي تيقول لك حب الناس، هاد الناس المؤثرين داك الشيء تيبقى يقول لك حب الناس الممثلين المغنيين، تنقول شي خربقوا هذا الشيء خربقوا. عاد عرفت هضرتهم وحق الله العظيم. تخيلي معايا دابا مثلا انت اللي كتفرجي فيا، لكن شي وحده اللي انا عزيزه عليك ماشي اللي كتفرج فيك باش تعيط ولا خاصها تعرف الجديد وصافي. البنات اللي كتفرجوا فيك كيبغيوك كي تتعجبيهم ولا كيعجبهم داكشي اللي كديري ولا هذا. تخيلي انك شي وحده ما كتعرفيهاش وكتفرجي فيها وتدعي معاها وتقولي الله يسهل عليها وعجبتني راجع هذه وعجبتني هذه وتلاقيها في الزنقه وتفرحي معاها. وحق الله البنات وليت فين ما كنمشي لشي بلاصه كنتلاقى شي بنت
ضروري ضروري. واللي ما هضرتش معايا غير كنوصل للدار نقول راجلي شوف راه حنايا راه فين ما مشينا راه كيعرفونا، تقول هي كتقولي هي كندخل للدار كيوصلني شي ميساج كنوري عليه تنقول له شوف هي البنت شافتنا في هذه البلاصه، عاوتاني وحده شافتنا في هذه البلاصه، وما كاينش شي بلاصه الكلينيك. ملي كان بابا مريض كنت كنقول ما حتى واحد مصايق الاخبار، لقيت البنات دايرين لي دي كومونتير في التيك توك، قالت لي اختي انا خدامه في السبيطار كنت كنشوفك وكيبقى باباك وداكشي، تنقول كيفاش انا ما قال لها حتى شي واحد كيفاش. ولكن صح حب الناس زوين. طرات لي ثاني غير واحد اليومين دابا كنت قضيت شي غرض في الطرام وجايه هبطت في الطرام، واحد البنت جايه هبطت معايا من الطرام وغادا مورايا وكتشوف فيا وكتشوف فيا وكتشوف فيا وكتشوف فيا مع كتجي قدامي كتسبقني شويه كنسبق انا شويه وشويه، وهي تقول لي نسولك، قلت لها نعم، قالت لي كديري انستغرام ياكي، قلت لها اه، قلت لي صافر كنعرفك، قلت لها شنو سميتي، وهي تقول لي، قلت لها وهذه اللي سميره ما عقلاش لها، ولكن انت اللي درتي العرس في البلاصه ودرتي مشيتي عند الباشير درتي عند الماكياج كان عندك المحل في البلاصه وحيدتيه وهذا وهذا وهذا، قلت لها صافي راكي حافظه كل شيء. فشكرا بزاف لاي وحده كتاخذ من وقتها، وكنفرح بزاف شكرا ثاني لاي وحده كتلقى معايا وتهضر معايا، حيت كتفقصوني ملي كتمشيو في الدار تقولي رجع شفتك في هذه البلاصه وحشمت نهضر معاك، علاش اختي؟ راه حنا صحابات كيف ما هنا كيف ما في الواقع. وغادي نضربها اختي دابا باحسن تدويشه البنات، عرفتوا ما بقيتش كنقدر نلبس شي حاجه سخونه راكم عارفين في الدار خلاص، يعني كاين غير انا وراجلي صافي البنات، عرفتوا كنبغي نلبس غير شي حاجه اللي مفوهه ومبرده، عندي هكا زعما دي بيجاما اللي كيكونوا بالسري ولا الفوق ديالهم حتى هو زعما هكا غير سميطات ولا هذا، ولكن والو وما قادر على سراول ولا والو البنات، عرفتوا ملي كتكوني جالسه في دارك خلاص راه كتلبسي اللي بغيتي، داكشي اش كنقول لكم كنبغي نصور كنلقى اي بانوار لقيته قدامي وكنخرجو، دونك صافي غنلبس غير هاد البيجاما البنات. غادي ندير هاد لاكريم للترطيب، ضروري من الترطيب البنات لانه كندوشو بزاف دابا في الصيف، والماء والصابون راه كينشفوا الجسم ديالنا من الزيوت الطبيعيه ديالو. هاد الكريم البنات ديال تاسك اللي كتسولوني عليه بزاف 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 ديال الرجيلات اللي كيخليهم هكا غويزيين، هاد البنات راه هي لا مارك هي هذه، غادخلوا كتبوا غير هاد السميه في الانستغرام راه غادي يطلع لكم، اولا دخلوا عندي الانستغرام ونصيفط لكم لا باج ديالهم. هاد البنات رائع كيخلي الرجيلات هكا غويزيين اختي دابا مع الصيف، وكلبسوا السنيدلات وغنبقاو في التيم الغوز اختي، ما غندير شي لون اخر، غنستعمل هاد البخيم. صبر 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 اختي، نعمرو البيجيما هكا، غادي ندير من بعد هاد البنيطان تختي باش نديرو علينا شويه ديال السر اختي مورا هاد الدوش، واخا دابا مع الصيف راه السر كاين عند الله. ودابا غنستعمل البنات هاد ديودورون، يلاه اختي دابا من بيم غادي نجربها نشوف واش زوينه، وهذا دايرين فيها هنا بلا راه ما فيهاش الالومنيوم زيرو الومنيوم، مي ما عرفتش المهم غنجربها ونقول لكم، قولي نتوما واش فايتين مجربينها وصافي اختي قولوا لي بصح. وي البنات واحد التحمحيمه يلاه خرجت، باقي يلاه كنشف راسي بغيت نوريكم، شوفوا صباعي كيفاش خرجوا دايرين، شوف ترقد ترقد ماشي دوشت ترقد حتى البنات، ما كاينش ما كاين لي غوماج وحك حك حك حك، والله ما نكذب عليكم مع وليد الصيف كندير غير التحميمات هكا خفافين كندخل ندوش، شوفوا اختي شوفوا صباعي كي خرجت بهم كي دايرين كوبيدات. ماما اختي الا دخلت خرج الا دخلت الا خرجت من الدوش درت الروتين ديالي، دابا غادي ندوز لوجهي، تراسيت شويه حجباني راكم عارفين انايا حجباني خفاف زعما كينات ماكينات كنقولش زعما كينات شي مرات كنخرج ليا دابا ماشي من داك النوع اللي كيقول زعما كينات تما كينات صافي. درت لا كريم ديال سيرافي صافي اختي، عرفتو البنات غادي نمشي ندير احسن ايس كوفي نادي البنات، عرفتو شناهي مدوشه داري مجموعه وعارفه اش غندير في العشاء، مشي عاد نجلس نفكر ورويحه زوينه في الدار، واش غنقول لكم اختي اش غادي نقول لكم اختي، السعاده الابديه هي هادي. ها انتم اختي جلست، ها انتم واحد اختي قهوه بارده، اش غنقول لكم اش غنقول لكم اختي، واحد الراحه، جبت حدايا دي بيسكوي تشيبس صافي اختي ونكس نتسنط العظامي، الله على راحه الله. ومن بعد هي الكوبيدات تشهيت اختي مريقه ديال الدجاج بالزبيب، عرفتوا البنات انا راه ما كناكلوش بزاف وما عنديش مع الزبيب اصلا، ولكن كنتشي هكا داك المريقه اللي كتجي هكا حلوه صافي. انت هنا رديته البنات درت بصيله ورديت الدجاج لا طري راكم عارفين الربيع وداك الشيء صافي، شحرته مزيان حنا الزبيب فزكته وقديت الفريت، الزبيب ما درتش بزاف لانه انا اصلا ما كناكلوش يعني غير الزوج وغير كنبغي داك البنه ديالو. وجات البنات واحد المريقه واعره في الاخر، انا كنعسلها هكا كنزيد العسل باش كتجي حلوه، وانا كنبغي عرفتوا تجي خاسره اكثر من هكا، راجلي اللي كيبغي المرقه بزاف يعني
مغمس صافي. ودرت الفريت وهذا جات غزاله. هنا البنات صافي لغط ليه ما عاود صورت لكم حتى شي حاجه. هنا لغط ليه كراجلي خدام بالليل كان عيان فصباح ناعس فقت انا درت فطور وغدا في نفس الوقت. صوبت الحرشه البنات عاتو كتجي فن كتجي فتيه ما كتجيش كاع قاصحه صافي. كان هيبدا الماتش درت حتى هكا شويه ديال الدسير الحرشه درت شويه ديال الدراء اتاي درت حتى البيض لراجلي صافي اختي. وفطرنا درنا فطور وغدا ومن بعد جلسنا كنتفرجوا هكا في الماتش. وقبل بما انني قلت راجلي عيان خليه ناعس وداكشي اجي انايا نستغل الفرصه نط فيا الحماس. اشنو درت؟ لقيت اللي انا كنصاوب الحرشه عجنت العجينه ديال المسمن بلاصه ما ندير شويه درت بزاف. قلت لا رجاء ديري بزاف باش يبقى لك في الفريكو. واش غنقول لكم مورا ما جلست كنتفرج في الماتش نسيت كار انا دايره شي عجينه. اوعى تفكرني راجلي ونطي البنات كنجري شنو نقول لكم عتو ندمت الندم الشديد كنقول شداني فايقه متحمسه صافي. انا عجنت العجينه المسمن العادي البنات غير انا في التوراق راه ديما كنشارك معكم هذه القضيه كندير الزيت وكندير معاه خماره ديال الحلوه والفينو باش كتجي هكا مقرمشه. انا ما كيعجبنيش داك المسمن المدقس كيعجبني المسمن اللي كيجي رقيق ومقرمش. صافي درت مسمن عادي البنات درتهم كبارين يعني باش يجوني بحال هكا باش ما نديرش وحده في وسط وحده كندير وحده كبيره وكنطلقها مزيان باش كتجي بحال هكا. صافي البنات هكا بقيت غاده بشويه بشويه كنطيبهم. انا مول فن نورمالمون كنطيبهم الصراحه غير نص طيبه باش من بعد كنجبدهم من الفريكو كنزيد نطيبهم. ساعه هنا نسيت الصراحه وطيبتهم طيبه كامله. المهم نتوما راه كيجي غزال وكيجي منفوخ صافي. وكنديروا الكبيدات في الفريكو كينفعك هكا شي مره في الفطور ولا كسكر ولا جي عندك شي حد لاغ فلا كينفع كبيدات. المهم اختي اليوم النهار الثاني انا ضمن البنات اليوم كما صورت لكم تفرجنا في الماتش وداكشي ودابا يلاه سال الماتش. وانا اختي اصلا وليت كنبغي نخرج الليل صافي. درت هكا واحد الميكاب اللي هو خفيف هكا جمعت شعري ما وقيلا نخرج نطلقهم دابا غير الصهد ما قداش صافي. لبست هكا هاد التيشيرت مع السروال ديال التوب كحيحل سنيدال تي وستاكي وغادي نخرجوا. شنو غادي ندير اختي؟ ندوز للبنكة تشري شي فلوس وعاد من بعد نمشيو للقهيوه ولا نمشيو نتقداو شي حاجه ولا ما عرفت. المهم انتوما معانا. وهنا الكبيدات صافي مشينا جلسنا اختي في القهوه جلسنا هنايا جهه البحر عرفتي البنات داك الغربي هكا كيضرب فيك. انا قلت لكم ما بقيتش كنبغي نخرج النهار كامل حتى لهاد الوقيته عاد كنبغي نخرج. اولا الا ما خرجتش كنجلس غير في داري غير الصاله هكا كنحل الشرجم ديالها وكنبقى جالسه في الفوتوي اللي حدا الشرجم عاد كيبدا يضرب فيا داك الغربي ما نقولش لكم البنات صافي اختي. وهنايا جالسين كنتمنضروا شويه غنبان لكم شويه كنتناقشوا ونتجمعوا ونهضروا شويه كنبداو كندوروا في عينينا وكنبركوا وما نقولش لكم انا راجلي ملي كنطلق الصراحه في التبرقيق. ايوا اختي هادشي اللي كاين وهادشي اللي عطا الله صافي. عشان البنات كل نهار كنلبس زعما وتنقول غنخرج نتصور شي تصاورات زوينين ما نكذبش عليكم. راه كنخرجوا يوميا يوميا كنخرجوا يا اما نتقهوا هنا يا اما ناكلوا هنا يا اما غير نمشيو ندورو يا اما هذا وما كنتصورش لانه صافي العيا والشمس صافي اللي لقيتها كنلبسها قدامي شي حاجه خصني تكون غير مبرده وصافي صافي. بقينا هنا جالسين البنات شويه من بعد نضنا مشينا كضربنا دويره وجينا بحالاتنا للدار. وهنا الكبيدات درت واحد العشاء خفن زربن اللي هو التورتيه. راكم كتعرفوا التورتيه البنات. هنا قطعت البطاطا مربعات صغارين ودرتها كنقليها. وهنا شديت البصيله قطعتها رقيقه الثومه والربيع التورتيه راه كتبغي الثومه والربيع والبصله كيبننوها صافي. ملي قليت هذيك البطاطا حيدتها شديت هذيك البصله والثومه والربيع شحرتهم مزيان. راه كاين اللي كيديرهم خضرين يعني كتقدروا ديروا البصله خضراء مع داك الربيع مع البيض والبطاطا ولكن انا ما كنبغيش البصله خضراء فكنطيبها هنايا كنشحرها عاد تنزيد على البيض وداكشي صافي. هنا الكبيدات مورا ما كنشحرها مزيان كنشد بول كندير فيه كلشي بطاطا مع داك البصله والربيع مع البيض. انا هنا درت ربعه ديال البيضات نتوما شوفوا على حساب يعني الكونتيتي اللي عندكم صافي. البنات وكنبدا نطيبها عادي راه كتعرفوها كيفاش كطيب التورتيه. كنشد المقله كندهنها هكا بزويته صافي وكندير واحد الكميه كنخليها طيب مزيان من التحت وعاد كنقلبها من الجهه الاخرى وصافي. الكبيدات هذا هو عشانا عطونا هاد الايام ما كنكرهش ناكل شي حاجه خفيفه راه هكا شي مرات ملي كنتشهى المرقه وصافي. اما ما كنكرهش بحال هكا نبقى ناكل شي حاجه خفيفه. وهانتوما البنات كيفاش كتجي كتجي زوينه هكا وخفيفه ديروها في ساندويتشات. خدينا كبيدات صغيرين هكا ودرناها وسط منهم وصافي. الكبيدات نسالي معكم هذا الفيديو هنايا كنتمنى يعجبكم ونقول لكم السلام عليكم نتلاقاو في فيديو جاي. ما تنساونيش من لاجام ولي كومونتير وتهلاو في راسكم.